هون. طيب هذا الكارت اللي هلا طلع لكم اياكم تحفظوه منيح. شوي شوي كل ما ادفشه شوي شوي فرح يطلع عندي هون كرت مثل ما انتم شايفين. رح يطلع عندي الكرت يلي انتم اخترتوه. بهذا الفيديو رح اعلمكم اقوى حركه سحر بالشده ان كنتم مبتدئين او محترفين فيكم تساووها. حط لايك لهذا الفيديو ولا تنسى انك تشترك بقناتي. زين شايفك زين اشترك اشتركت. من اقوى الحركات يلي رح اعلمكم اياها وهذا السحر ما بده كثير خفه وما بده كثير تعليم وفيكم تساووه ان كنتم مبتدئين او محترفين. ويلا خلينا نشوف. هلا خليني اورجيكم السحر وجربوا معكم. هي الحركه اسمها حركه المسدس. ليش؟ لانكم بتاخذوا الشده بهي الطريقه مثل ما انتم شايفين مثل المسدس. ويلي رح يصير انا رح دير وشي بدي اياكم انتم تقولوا لي ستوب باي مكان انتم بدكم اياه. لنفترض انتم رح تقولوا ستوب مثلا هون. طيب هذا الكرت يلي هلا طلع لكم بدي اياكم تحفظوه منيح. شايفينه؟ طيب انا رح اسكر على الورق واخذ اي كرت من اول شيء معي هون تسعه الاسبات. وهلا رح لاقي الكرت يلي انتم اخترتوه. بمجرد ما ادفش الكرت شوي شوي كل ما ادفشه شوي شوي فرح يطلع عندي هون كرت مثل ما انتم شايفين. رح يطلع عندي الكرت يلي انتو اخترتوه يلي هو 10 دينار. هات انترو. حياتي للجميع، كيفكم يا جماعه؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. معكم عبد حناوي الساحر العربي من سوريا ورجعت لكم بفيديو جديد. انا وعدتكم هالمره اني ما عاد اسحب عليكم ونزل لكم فيديوهات قويه مع حركات قويه اذا بشوف منكم دعم. وهي انا اليوم بلشت بالسلسله الجديده وبالحركات القويه. فبدي اياكم قبل ما نبلش الشرح ونروح للشرح حط لايك. نزل حط لايك لهذا الفيديو ولا تنسى انك تشترك بقناتي لحتى نوصل لل 100,000 بأقرب وقت. حركه اليوم من اقوى الحركات يلي فيكم تتعلموها ان كنتم مبتدئين او حتى محترفين. حركه اليوم بتتطلب منكم شده وبس، ما بدها كثير خفه وما بدها كثير تدريب. فيكم تساووها بالفيديوهات، فيكم تساووها قدام العالم وين ما كنتوا، وفيكم تساووها وين ما انتم بدكم. سو اخواتي، اول شيء بناخذ الشده وبدنا نحاول انه نقسم الشده لنصين. بمجرد ما ناخذها لنصين يلي بيعرف يساوي هي الحركه ويفوت الشده مثل ما انتم شايفين ببعض بهي الطريقه يساويها. يلي ما بيحسن يساويها بدي اياكم تروحوا تاخذوا كرت لفوق كرت لتحت كرت لفوق كرت لتحت كرت لفوق كرت لتحت هيك هيك لتخلص الشده. وبالنهايه بدي اياكم تخلوا اخر كرت هو فوق، يعني يصير معي انا كرتين تحت من فوق وتضبطوا الشده بهي الطريقه. وبعدين يا جماعه مثل ما انتم شايفين ليش سميناها حركه المسدس؟ لانه بتاخذ الورق يلي فوق القسم يلي فوق وبتخليه هيك. هلا هيك مثل ما انتم شايفين هذا هو البوزيشن باول مرحله انتم بدكم تساووا فيه السحر. الشده لتحت، الكروت يلي خليناهن من فوق اخذناهن لتحت، يعني الشده كانت بهي الطريقه اخذتهن ونزلتهن لتحت. وطبعا باصبعتي الابهام مسكر انا على الزاويه من هون لحتى ما يهروا الكروت يلي ملناهم. بدك تعمل هيك وتقول له قل لي ستوب المكان اللي بدك اياه. بمجرد ما هو يقول لك ستوب، لنفترض قال لك ستوب عن شب الكبه. طيب شايف شب الكبه؟ طلع علي اللي حيصير، بترفعه فبيرتفع القسم يلي وراه. بمجرد ما يرتفع القسم يلي وراه، خليني اورجيكم اكثر. طيب هو وقف عن شب الكبه، وقت يوقف عن شب الكبه بترفعه شوي من ورا بحيث شايفين. هلا انتم مالكم شايفيني انا رافعه، بس يلي صاير شوفوا، طلع عندي القسم من ورا، يعني حطيت هيك مره ثانيه قال لي ستوب. قال لي ستوب هون عن سته الاسبات، رفعت قام ارتفع القسم يلي ورا السته، فحطيت اصبعتي بس ساويت انا هاي الحركه مثل ما انتم شايفين، حطيت اصبعتي بس بهي الطريقه. وبعدين باخذ الكرت وبطرح السيناريو يلي بدي اياه، يعني بطرح البرزنتيشن يلي انا بدي اياه. مثلا انت فيك، انا لي طريقه خاصه بهذا السحر بتقديم هذا السحر وانت لازم يكون عندك طريقه خاصه. فبتاخذ هذا الكرت وبتفوته وين؟ بتفوته محل ما انت حطيت اصبعتك بهي الطريقه لجوا. بس هلا يلي رح يصير الكروت كلياتها في عندنا كرت 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 لتحت وكرت لفوق كرت لتحت وكرت لفوق. فانت وقت تفوت اي كرت من هون وقت ترفع لفوق بانه كرت رح يدق بالكرت يلي هو فوق ستة الاسبات يلي انتم اخترتوها. وكل ما ندفشها شوي شوي، انتبهوا معي، كل ما ندفش الستة الاسبات شوي شوي بتحاولوا تدفشوها شوي شوي تعطوها حقها. شايفين دفشت شوي شوي شوي. رح ارجع عدلكم اياها مثل ما شفتوا هر الكرت، بس هالمره رح اساوي لكم اياها بزاويه ثانيه. يعني رح ناخذ الشده اول خطمه، حطينا الكروت بهي الطريقه، وبعدين ميلتهم اللي ستوب باي مكان بدك اياه. مثلا لنفترض قال ستوب عند كرت خمسه البسطون، خمسه البسطون رفعت لفوق وحطيت اصبعتي،
الخطوه الثانيه. بعدين باخذ اي كرت وبقول له شوف هلا كيف رح طلع لك كرتك بطريقه كثير حلوه. رح فوت الكرت محل ما حطيت انا اصبعتي وادفشه شوي شوي. مجرد ما ادفشه دفش 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 رح يطلع عندي هون كرت واحد يلي هو خمسه البسطون. فبدي اياكم يا جماعه من كل حدا رح يتعلم هاي الحركه يروح يطبقها على اخوه او يطبقها على اهله او حتى رفقاته ويجي يكتب لي هون بالكومنتات كيف كانت ردة فعله. وبدي اياكم تكتبوا لي بالكومنتات شو حابين تتعلموا حركات، مثلا مثل هاي بكون تاخذوا 8 الاسبات تخلوا الثمانية بيتمكم وتلاقوها صارت قص. ولهون بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو يا جماعه. اذا مالك مشترك هلا فنزيل وفقع ام الزر واشترك بقناتي.